أحدثكم عن الدنيا التي شغفت قلوبنا، فأصبحنا من أجلها نتزاور ونتحاب ونتقاطع، أشغلتنا في كل شؤوننا حتى في مناماتنا. ما أجمل أن نعرف حقيقتها لنحسن التعامل معها. هذه الدنيا هل هي باقية أو فانية؟ هل تعلم أخي الكريم أنك محكوم عليك بالإعدام مع تأجيل التنفيذ؟ عندما كنا في أرحام أمهاتنا كتبت أعمارنا، إذن فنحن لن نتقدم عن أجلنا ولن نتأخر، فهو محدد. فإذن هل هذا نعيم يستحق أن نتعب من أجله؟ يجب أن نعطيها حجمها، استمتع فيها، انكح ما طاب لك من النساء كما قال الله، امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، بع، اشتر، كل شيء، اعمل كل شيء، لكن انتبه من لذات ستكون وبال عليك يوم القيامة، لأن نحن ننسى، لكن كل شيء مكتوب عند ربي لا ينسى أبدا. الدنيا هذه الأصل فيها الكبد والمشقة، إذا أنت محتاج لعون الله عز وجل. فإذا أنا أوصيك بوصية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من يملك الدنيا إلا الله عز وجل؟ ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله، هل ترضى أنت أن يكون خصمك هو الله؟ ألا تريد أن يسخر لك الله عز وجل كل أمر عسير؟ إذن احفظ هذا الحديث. وبعطيكم قصة: وقف رجل مسن في أحد المساجد فقال: يا ناس، معي بضاعة، من يشتريها؟ فقالوا: ما هي بضاعتك؟ قال: معي 1000 ناموسة. ناموس بعوض، من يشتريها مني؟ فاستهتر الناس فيه وسخروا من أحد يشتري ناموس، فقال: سبحان الله، أعطيكم 1000 باعوضة فتزهدون فيها، والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأرجوك أعطيها حجمها وعش للآخرة وليس للدنيا.